مشاهدينا الاعزاء اهلا بيكم معانا في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. انا زهره رامي كابتن رحله النهارده معاكم، وعايزه اقول لكم ان اسرنا الحقيقه وصلوا بسلام وامان عشان نبتدي معاهم رحله النهارده. رحلتنا دايما فيها ضحك ولعب وجد وحب وحكي وحاجات كتيره جدا جدا جدا. اهم حاجه ان احنا نعرف نلعب مع بعض، ما نتخانقش مع بعض، ما نبقاش انانيين في اللعب، ندي فرصه لاخواتنا وحبايبنا واسرتنا ان احنا نعرف نقضي وقت حلو مع بعض. يلا بينا نستقبل اسرنا ونقول اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ اهلا وسهلا. نبتدي على طول باليمين كده ونعرف اسره اللي معانا النهارده. بتبتدي من ادم. ازيك يا ادم؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عرفنا على نفسك اكتر. سبع سنين. كده سبعه؟ ماشي اوكي. اختك اسمها ايه؟ رودين. عندي 10 سنين. انت الاخت الكبيره؟ اه. تاخدي بالك من الاخ الصغير وكده؟ اه. ودايما يعني بتلعبي معاه وتاخدي بالك منه كده؟ ده بجد صح؟ اه بجد. ايوه بجد. ماشي. ماما دعاء. جميل دعاء. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله تمام. تشتغلي؟ اه ميك اب ارتست وربت منزل. يا ستي ربنا يكون في عونك. يا رب. ايوه الاب بقى. ايوه الاب طبعا اهم حاجه. سامح حلمي. استاذ سامح حضرتك بتشتغل ايه؟ محاسب بالغرفه التجاريه للقاهره. اوكي انتوا كلكم القاهره؟ اه كلنا القاهره. الاصل من القاهره. الاصل القاهره. اجدع ناس. الاسره الثانيه استاذ ايه بقى اللي موقفينك على حاجه عشان نطولك انت؟ اسمك ايه؟ نور. عندك كم سنه؟ ستة. لوحدك؟ ماشي. اخوك اسمه ايه؟ نائر. ريان. انت نور ولا ناير؟ هو اسمه ناير وبيتلخبط في اسمه ليه؟ نور. انت مدلع نفسك. انت اسمك اصلا ايه؟ نور. انت متلخبط في اسمك. ليه؟ اسموك ايه في الشهاده؟ ناير. بس انت بتحبهم يقول لك يا نور. اشمعنى بقى؟ عادي هو كده. ماشي اقول لك يا نور. هقول لك يا نور. ماشي. ريان. عندي 10 سنين. 10 سنين. انت الاخ الاكبر بقى. عكس ناير. عكس ناير. ريان وناير. يا على الاسره الرايقه. حبايبي ريان وناير وكده. يا حبايبي ماشي. ماما مياده. اوكي بتشتغلي يا مياده؟ اه دكتور في جامعه القاهره. ما شاء الله. بتدرسي ايه؟ التربيه الفنيه. اوكي حلو. فنانه يعني؟ جميل. احمد مبروك محلل اقتصادي بورصه من القاهره. القاهره. اهلا وسهلا بيكم. طيب جاهزين نبتدي رحلتنا النهارده؟ جاهزين. يا ولد على الحماس يا ولد. حلو الحماس جدا جدا جدا. قبل ما نبتدي احب اقول لكم طبعا هنلعب حاجات كتير قوي النهارده، وان شاء الله تقضوا وقت حلو. بس عندنا شويه قواعد لازم اقولها لكم ولازم نلتزم بيها لو عايزين تكملوا معانا الرحله. اوكي اول حاجه ان احنا مش هنبص في الموبايل طول مده التصوير. كبار وصغيرين. ماشي اوكي. تاني حاجه ان احنا لما بنلعب اي لعبه وبنبهدل الدنيا لازم نرجع الحاجات مكانها واحنا اللي بننظف ورانا. اوكي بنعمل كده في البيت. ماشي اوكي. بس هنعمل كده هنا. في حاجه عايزه افكركم بيها، ان انتوا دايما عندكم الصغيرين وسائل مساعده. اول حاجه استدعاء ولي امر، يعني لو اتزنقتوا هتشوفوا ماما او بابا، ودي طبعا هيبقى احلى استدعاء ولي امر. وتاني حاجه هتغنوا واحنا هنستحمل. لغايه دلوقتي ما حدش استدعى حد ولا غنى، بس اديني بقول لكم اللي عليا. جاهزين نبتدي؟ جاهزين. موافقين؟ موافقين. طب اهم حاجه بقى، بما اننا عندنا بويز حلوين كده في الاستوديو، اهم حاجه بقى في الرولز بتاعتنا ما بنلعبش بالعنف خالص. ما عندناش لعبه فيها عنف لا زق ولا حاجات دي خالص. اوكي تعملوا انتوا كده؟ يعني ماشي. يبقى هنا برضو مفيش الحاجات دي خالص، ومش نودي وشنا الناحيه الثانيه. انا مش هسمح بده. اوكي يلا جاهزين نبتدي؟ جاهزين. طيب الاول عايزه اعرف بقى انتوا عارفين بعض قد ايه، انتوا بينكم وبين بعضيكوا كده، فاسالكم اسئله سريعه وانتوا اللي هتفتنوا على بعض وتقولوا. اوكي بابا ادم بيحب ايه اكتر لون؟ ادم بيحب اللون الاخضر. اخضر؟ ايوه صح. بابا نور مين اكتر حد صاحبه؟ عمر. اسمه ايه؟ عبد الرحمن يا بابا. عبد الرحمن يا بابا. ماما ايه اكتر ماده هي شطوره فيها؟ ودايما شاطره في الانجليش. انجليش؟ اه. وبتحب الانجليش؟ اه. ماما اللي بتذاكر لك؟ لا انا بذاكر. هي اللي بتذاكر؟ انت بتذاكري لوحدك بجد؟ بتطلع عليا. ماشي حلو. تعتمد على نفسها بدل لما نعمل مشاكل. اوكي
ايه اكتر وقت بيقضيه ريان؟ يعني ايه اكتر حاجه ريان بيقضي وقته فيها؟ بيتوتي هو حبيبتي. بيعمل ايه في البيت؟ بيلعب ببجي بقى والتليفون. لا مش بيلعب ببجي، بيلعب روبلوكس وبيكلم صحابه. انت مش عارفه يا ماما، ونور عارف اخوه اكتر، ولو بيلعب ببجي قولي له لا يا ماما. يا ماما والنبي. ماشي بابا، لا سوري ادم، قول لي ايه اكتر اكله بابا بيحبها من ماما؟ الفاصوليا بالرز. الفاصوليا بالرز؟ ده بجد؟ الله ماشي اوكي. قول لي يا استاذ نور اكتر فريق بابا بيحب يشجعه؟ الزمالك. الزمالك، اه دي سهله دي. طيب ايه اخر هديه بابا جابها لك؟ بابا تليفون. تليفون؟ ده بجد؟ اه شاطره طبعا، انا فاكره اكيد دي حاجه مهمه. ناير ايه اخر حاجه؟ ريان سوري، ما ناير بقى وريان انتوا عاملين كيف نفسكم. ريان ايه اكتر حاجه ماما بتزعل منك فيها؟ لما ما اسمعش كلامها وكده. اه ومش مش بيساعدها. وايه؟ مش بيساعدها. مش بيساعدها. لا 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 بيساعدها. يا سلام يا حبيبي، يا حبيبتي والنبي انت ام جميله. طيب ماشي، نبقى ناخد بالنا الموضوع ده وما نزعلش ماما، موضوع سهل جدا. طيب نروح لماما هنا ونسال عن ادم ونقول ايه اكتر حاجه ادم بيحب ياكلها منك يا ماما؟ اكتر حاجه بيحبها؟ اه بتحب ايه ادم؟ لا ما بنسالش ادم، بنجاوب. ايه النصيحه دي؟ قولي. احترت، هو بيحب اكتر اكله البيتزا. احترتي؟ بيتزا؟ ايوه 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 البيتزا، هي البيتزا. انت جاي معاهم كده كده. ايه اكتر حاجه بتضايق نور من ريان؟ مش بيلعب معايا، عصبي معايا. ده بجد؟ دي اكتر حاجه بتضايقك؟ يا مفيش تبقى عصبي النهارده خالص. لو في عصبيه هنهدي نفسنا خالص، عشان احنا النهارده جايين نلعب ونروق ونعمل حاجات حلوه كده. جاهزين نبتدي اول حاجه معلومات عامه واحنا على الواقف كده من غير ايه شغل كبير، اوكي؟ اوكي. طيب عندنا ثلاث انواع اسئله، انا مين او انا ايه، صح وغلط واختيارات. احب افكركم ان انتوا عندكم وسائل مساعده، اوكي؟ ماشي. نبتدي على طول ونقول السؤال للاسره الاولى، أنا مين؟ أو أنا إيه؟ أنا الحيوان الذي يلقب بسفينة الصحراء. أنا قول. الجمل. الجمل، برافو. الأسرة دي. أنا الطائر الذي يتوسط على مصر. نسر، برافو. السؤال الأسرة دي، أنا عدد حروف الأبجدية العربية. قد إيه؟ 24. ليه في أربع حروف وديتهم فين؟ 22. اه شفتي؟ ايه الاربعه دول راحوا منكم فين؟ ماشي اوكي. السؤال الاسره دي، انا عدد الايام في السنه 365 يوم وربع. بتفكر في ايه؟ وربع. من غير وربع. لا وربع. صدقيني وربع بعد اربع سنين بتبقى سنه كبيره. بعد اربع سنين 365 يوم. طب ماشي. لا شغل. ماشي اوكي. سؤال اللعبه دي، انا لاعب مصري فزت بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين. صلاح؟ طبعا صلاح. برافو، تأتيفة حلوة. ماشي أوكي. سؤال الأسرة دي، أنا أكتر المنتخبات حصولا على بطولة أفريقيا. مصر. طبعا مصر. ماشي طيب، جاهزين المهمة الأولى؟ جاهزين. نسخن كده، يلا بسرعة جدا تنقوا حد من الفريق ده، بسرعة تشاور وتنقوا حد من الفريق ده. شايفين الكور الحلوه دي؟ اه. طيب في ما بين الكور الالوان الحلوه دي كوره واحده الوانها لونها مختلف، لونها ازرق وكبيره بتاعت هاندبول. هنشوف مين فيكم اللي هيجيبها اسرع، اوكي؟ اوكي. جاهزين؟ جاهزين. ثانيه واحده، ما حدش هينط غير لما اقول جو، اوكي؟ اوكي. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا بينا. ريدي ستيدي جو. جو. شجعوا، يلا شجعوا. يلا يلا رودينا. يلا رودينا. ايوه 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 ايو
شاطرين شاطرين تعالى. شطاره حلاوه طعام. طيب جاهزين اللي بعده؟ ايوه. طيب اللي بعده ده مرحله اسهل شويه فهتبقى الاطفال بس، لو ما عرفتوش هتستخدموا وسائل المساعده. اوكي، يا اما هتغنوا يا اما هتستدعوا ولي امر. السؤال الاول للاسره دي، الكواكب الثلاثه الاولى من نظامنا الشمسي: عطارد، الزهره، المشترى. عطارد والزهره والمشترى، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. لا ما بنبص، ما بنبصش لماما وبابا من غير لما تقولي ان انت هتاخدي وسيله مساعده، مش عايزين الحركات دي. صح ولا غلط؟ صح. غلط. السؤال الثاني، ايه المياه الجوفيه بتستخرج من باطن الارض؟ صح ولا غلط؟ السمك. لا هي صح ولا غلط يا حبيبي؟ صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو، صح، جت معاهم كده ماشي. السؤال الاسره دي، ركز يا دودو، يسير الضوء في خطوط مستقيمة، صح ولا غلط؟ غلط. أمال بيسير إزاي؟ لا صح. ما هو أنتوا قلتوا غلط الأول. لا لا صح. طب ما حتى لو صح أنتوا قلتوا غلط. لا لا. ماشي، سؤال الأسرة دي، يصنع الماء من الهيدروجين والأكسجين، صح ولا غلط؟ صح. بابا انا ما اتكلمش. بابا غيان. ايه بقى ده؟ ايه ده بقى ده؟ ما نركز بقى. ماشي اوكي نركز. الاطفال هم اللي بيجاوبوا صح وغلط. هنا التدخين داخل المصانع من العادات السلبيه للعاملين، صح ولا غلط؟ التدخين صح طبعا. انت تفكري في ايه؟ لا انا كنت مستنيه قلت اشوف هيجاوب ولا لا. ماشي اوكي طيب ماشي. السؤال هنا، تنخفض نسبه الاميه في البيئه الصناعيه، صح ولا غلط؟ غلط. انت سمعت؟ سمعت انا بقول لك ايه؟ ها اخد مين؟ غلط. اخد ريان ولا نور؟ لا نور. انا هاخد ريان. صح. صح طبعا. ماشي. طيب تعال نخش على المرحله اللي بعدها وهي الاختيارات، المفروض ان دي تبقى سهله جدا. هديكوا اختيارات ما بين الاقواس وعايزه افكركم بوسائل المساعده. نبتدي بالاسره دي، الوسيله التي كان يستخدمها علاء الدين للطيران: الطيارة، السجادة، المصباح. السجادة. السجادة، برافو. ماشي. الله بتقف نفسها، برافو. طيب الأسرة دي، كم عدد الأقزام مع الأمير سنو وايت؟ السبعة. طيب هم سبعة بس ماما ردت. بلاش غش بقى، بلاش غش بقى. معاكي اتفضلي بالراحة، احنا بنتسامح بنلعب والله، مفيش حد كسبان وخسران يعني. بالراحة يا أستاذ سامح. ماشي يلا. الأسرة دي، الأداة التي يستخدمها النجار لإخراج المسمار من الخشب: المفك، الكماشة، المسمار، المفك. الشاكوش. الكماشة. الكماشة. الكماشة ولا المفك؟ لا المفك. الكماشة. لعلمك بقى هي كانت الكماشة، بس أنا بقى هقول لك إنها غلط. معلش. أنا قلت الكماشة. يلا اللي بعده. ماشي. الأداة التي يستخدمها لاعب التنس في اللعب: الشبكة، الكورة، المضرب. المضرب. أكيد يا ابني بقى، ما أكيد في كورة. طيب ماشي. جاهزين بقى نعمل مهمة تانية؟ المهمة اللي فاتت أنتوا تعادلتوا فيها، كل واحد لقى كورة في نفس الوقت، ودي يعني صدفة من الصدف. طب احنا ما لعبناش. هنلعب مهمة تانية، تعالى. إيه رأيك؟ حضرتك ما لعبتش، وأنت كمان، وتعالوا بإخواتكم، تعالوا معايا. أنت الفريق الأصفر، الفريق الأحمر. أوكي؟ دلوقتي احنا هنغني عيون حضراتكم. شايف حاجة؟ لا. طب ده كام؟ ده خمسة. ده خمسة. كل واحد طبعا عارف صوت أخوه وأخته كويس. أيوه. يا آدم عارف صوت رودينا؟ أيوه. طب اتكلمي كده؟ آدم لا. ماشي أوكي. دلوقتي رودينا شايفة آدم وريان شايف نور، والمفروض إن نور وآدم يعدوا ما بين الإقماع دي بالخط ده يعني، وهم مغمين عينيه. فانتوا كل واحد هيسمع صوت اخوه واخته يا حبيبي، وهو بيقول لكم عدوا. جاهز يا نور؟ جاهز. ده انت جاهز على الاخر. جاهزين؟ جاهزين. يلا هنشوف مين هيعدي الاول من غير ما يخبط القمع. تعالى ارجع مكانك يا نور. نور ارجع مكانك يا عيني، لسه ما قلتش. ماشي، اللي هيخبط في قمع هيرجع من الاول. اوكي؟ اوكي.
اوكي 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 يلا ريدي ستادي جو نور شمال ارجعي نور تاني ارجعي نور تاني شمال يا ادم لا غلط شمال 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 الناحيه الثانيه استني يا نور ارجع يلا يمين نور يمين 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 ارجع 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 خلوه يسمع خلوه يسمع اخوه بس عشان ما يتلخبطش يلا غلط ادم ارجع تاني ارجع تاني شمال يا نور شمال نور اصبر ايوه اصبر ارجع تاني اصبر اصبر روح شمال لا لا ارجع هنا ردينا ارجع هنا يلا من بعيد خش يمين امشي قدام خش يمين ايوه ايوه شمال برافو يا نور نور ابتدى يسمع صوت اخوه يمين يلا يمين يمين يا ادم يمين شمالك قصدي شمالك 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 شمال شمال نور انت كنت بتبص يا نور لا بجد يا نور؟ لا طب ايه رايكم بقى نعملها بالعكس بقى؟ يلا ريدي ستادي خطوه واقف يا ريان جو قدام قدام لمين؟ لمين؟ شمال لمين؟ لمين؟ كمان لمين كمان؟ شمال شمال قدام قدام لمين يا ريان؟ يا ابني بتعمل ايه وتمشي ازاي؟ لمين؟ لا 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 ارجعي تاني يا رداي بس بس في مكانك يمين يمين شمال وما تطلعش يمين الله خطوه قدام ورا النار كنت صح قدام 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 ايه ده لتاني مره رداينا بتوصل مع ريان في نفس الوقت في حاجه غلط محسوبه 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 طب يلا بينا نخش على اللي بعده ونروح نشوف هيعملوا ايه الاسرتين دول في التوازن لعبة التوازن اللي بتعتمد على التوازن بس هي كلها عدم توازن طبعا بقى يعني عندنا أسر وهنجرب معاهم لعبتين النهاردة مختلفتين ونشوف مين هيعدي جاهزين؟ جاهزين طيب واحد واحد من كل أسرة هيجي وهنشوف أكتر أسرة جمعت عدد كور من اللي أنا بحدفها لهم وهم معديين رايحين جايين من غير لما يقعوا أوكي؟ جاهز. يلا نور شكله جاهز تعال يا نور تعال يلا يا نور نشجع نور بقى ولا إيه؟ يلا يا نور جاهز يا نور جاهز. انت هتعدي وانت ماشي كده خط مستقيم وانا هقعد احتف لك كور ونشوف هتمسك كام كوره اوكي من غير ما تقع انا ما قلتش ريدي ستيدي جو ماشي. انت مستعجل دايما حماس انت شكلك هتقع اصلا من غير ما اقول حاجه يلا جاهز ريدي ستيدي جو ماشي خد بقى دي يا نور هيقع نور نور شكله هيقع ايوه نور شكله هيقع كمل يا نور وانت خط مستقيم خط مستقيم خد يا نور هيا نور خد يا نور خد يا نور برافو واحدة 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 برافو يا نور امشي كده برافو 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 كرة واحدة بس نور وقع ماشي معلش معلش اللي بعده تعالى يا ادم تعالى تعالى عليك يا ادم هنوصل اهلا وسهلا استنى بقى ما نطلع نور ونجهز اتفضل روح اقف عند الاسره بتاعتك هل انت جاهز ايوه يلا عايز تركيز وتوازن ريدي ستادي جو خد يا ادم دي خد يا ادم دي خد يا ادم دي خد دي خد دي خد دي يا عيني بقرر ان هو يقع اصلا تعالي يا ماما يلا 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 يا ماما اطلعي يا ماما جهزي برافو شكرا ليكم نرجع مكاننا برافو يا دودو هتمشي خط مستقيم هتحاولي تاخدي كوره هنشوف هتاخدي كوره ولا لا انت نور خد كوره يلا ريدي ستادي جو خدي دي خدي دي برافو واحد برافو اثنين اثنين برافو ثلاثة لا كملي 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 كيش دعوية أربعة برافو كملي كملي ما توقفيش خمسة ما فيش أربعة بس أربعة أربعة بس برافو أربعة خمسة خمسة برافو يا ماما خمسة ستة برافو ستة سبعة برافو ماما انت ماشي ارجعي ارجعي راحة
فين؟ احنا لسه خلصنا. يلا خد. ماشي سبعه كده، سبعه كده، سبعه. ارجع يا نور، ارجع يا نور. برافو يا ماما. خد يا ماما. ايوه ماما، ماما ماما. خد يا ماما. ايوه يلا كملي 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 كملي. بصي خط مستقيم، خط مستقيم عادي. لا ايوه ايوه خط مستقيم. بس يا نور ارجع مكانك. خط مستقيم. برافو كده كام؟ 8 8 9. يا سلام. كملي كملي يا ماما، كملي يا ماما، كملي يا ماما، كملي 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 يا ماما، كملي يا ماما. 9 حلوه قوي. 9 ما شاء الله. الام هنا قويه جدا 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 جدا. الستات دايما بيبقوا متوازنين الحياه في اللعبه دي. يلا تعالي يا رضاي. ريدي ستادي جو. يلا يا رضاي، يلا يا رضاي. الله واحد، الله واحد من الأسرة الثانية. واحد بس، يلا واحدة. امشي كده امشي كده امشي كده. بصي قدامك، بصي قدامك. يلا ارجعي ارجعي. اثنين اثنين يا رضاي، اثنين يا رضاي. برافو. ثلاثة يا رضاي، ثلاثة يا رضاي، ثلاثة يا رضاي، ثلاثة يا رضاي، ثلاثة. أربعة ما راحتش، أربعة ما جاتش. برافو رضاي، برافو. يلا يا ماما، يلا يا ماما، بسرعة يا ماما، بسرعة يا ماما. يلا هنخلي الأبوات في الآخر. يلا ريان جاهز؟ اه. طيب يلا يا ماما، يلا يا ماما. احنا كده كام؟ كده كام؟ أربعة؟ ثمانية أربعة، ثمانية أربعة. واحد واحد اتنين تسعة أربعة واحد. ماشي ثلاثة. الله كملي يا ماما. بصي قدامك، مفيش دعوة بيا. أربعة والله العظيم برافو. أربعة 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 عند ماما لوحدها. أربعة عند ماما. يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. خمسة برافو. خمسة خمسة خمسة. ستة. ايه ده؟ ايه التركيز ده؟ برافو برافو برافو. ستة 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 ستة. سبعة سبعة سبعة. ثمانية. برافو. امشي كده خط مستقيم، امشي كده امشي كده خط مستقيم. لفي جسمك لفي جسمك لفي جسمك لفي. اه 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 اه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الشطاره دي 10 10 10 11 11 يا ماما، 11 يا ماما، 11 هنا من الام دي و9 من الام دي. يلا يا ريان، يلا يا ريان، يلا ده انا هبهدلكوا. يلا كده احنا كام؟ حد بيعد ورايا؟ كام كام؟ يلا واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة. برافو ريان والله والله برافو. حاسب حاسب. هتقع هتقع ولا ايه؟ ماشي يلا كمل بقى وارجع تاني. ارجع حلوه قوي اللعبه دي. واحد برافو كده. ثلاثه برافو. اربعه يا اربعه ويا ريان. يلا يا بابا، تعالى يا بابا بسرعه يا بابا. ايوه يا بابا. ريان كان هيكسب. ماشي قال بيجيب كور اكتر. ايوه امال ايه؟ ولا وما ينفعش تقع برضه. ماشي ماشي. بعدين هتقع ازاي؟ ممكن ترجع مكانك يا نور. يلا 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 يلا. جاهز؟ جاهز. يلا يلا اتفضل. ريدي ستدي جو. لا لا بص كده بص كده. ما تبصليش ما تبصي. اثنين ما تبصليش. ما هو ثلاثه في ايه؟ اربعه واو. لا 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 لا. خمسه. يا نهار ابيض. ده ده ده. لا 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 لا. لا لا. تمام. سبعة ثمانية تسعة. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ تسعة. ايه اللي بيحصل؟ 10. ايه ده؟ 11 ما شاء الله. في ايه؟ 12 13. ماشي ماشي 13. برافو برافو. 14. ايه ده؟ 15 16 17. طب اعمل ايه؟ ماشي ما وقعش بس هتطلع بره خلاص. برافو بابا. كام؟ 16 عند بابا. لا برافو برافو. العيلة التانية بتشجع وبتقول أنكل أحمد وحاجة، يعني قمة في الروح الرياضية. يلا يا أنكل سامح، يلا يا أنكل سامح. بص بقى أنكل أحمد كان إيه؟ فظيع. لا لا نكمل نكمل. ما تقفش أبدا ما تقفش أبدا ما تقفش أبدا. اثنين ما تقفش أبدا. ثلاثة ما تقفش أبدا. أربعة ما تقفش ما تقفش. كمل 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 كمل. خمسة كمل كمل. سبعة كمل 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 كمل. سبعة كمل 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 كمل. يا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار.
حضرتك كنت هتقع هتعمل ايه؟ ما وقعتش الحمد لله السماع الا الشاطر. الامهات هي اللي كسبت يا جماعه، واكثر امهات هم اللي جابوا الكور. برافو جدا جدا جدا. ارجع بسرعه بسرعه بسرعه، ويلا بينا نروح على تحدي تاني ولعبه تانيه واخد جايزه سيدي. بعد ما خلصنا بقى لعبة التوازن وضحكنا وهزرنا، جينا بقى للعبة الفي ار اللي كل واحد اختار برضو من عنده حد عشان يلعب في ار. بس انا عندي سؤال بقى لاستاذة رودينا، وانت واقفة مش شايفاني كده، انت بتلعبي كتير بقى حاجات تكنولوجية في البيت؟ اه. تابلت بقى وبلاي ستيشن وموبايل وكده؟ اه. مفيش وقت محدد؟ لا ساعات بسيب مثلا واذاكر. متفقين يعني؟ اه. وانتوا متفقين؟ ايوه. نور انت متفق؟ اكيد؟ يعني عندك وقت فعلا؟ ماشي هحاول اصدق، بابا بيقول لا بس انا هصدقك. ماشي. طيب احنا دلوقتي هنلعب وانت عارفه هتعملي ايه يا رودينا. جاهزه؟ جاهزه. الاهم بقى من ان انت تبقي جاهزه. انتوا جاهزين تشجعوا؟ يلا بينا. جو يا رودينا. هنبتدي. طيب رودي. ايوه ايوه. رودينا المفروض ان هي تخبط الظهر، اكبر عدد من الظهر. برافو يا رودينا. حد يا رودي ويت، عدي من حد يا رودي. حد يا رودي. حد يا رودي. يا نهار ابيض. حد يا رودي. ايوه. وبعدين بقى ايه؟ رودي مادية. يمين شمال شمال يمين مش هاملها. ايوه يا رودينا. ايوه يا رودينا. الله يا رودينا. الله يا رودينا. برافو والله ما تخيلتش. برافو. ايه ده؟ حد يا رودينا. حد يا رودينا. حد يا رودينا. حد يا رودينا. وقف وقف. ايوه. برافو والله العظيم. برافو. ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه ده؟ ايه يا رودي ده؟ ايه يا رودي الشطاره دي؟ رودي يا جماعه داخله الحلقه عايزه تخلص كل حاجه، مخلصه كل اللعب، مقفله كل اللعب يا جماعه. ايه ده؟ ما بت... ايه ده يا ادم ما بتشجعش ليه؟ ما توقفوش تشجيع. رودي يا ادم بيشجعوا بقوه. يا نهار ابيض على الحماس. حماس. الله. برافو رودي. يلا يا ادم. جاهز؟ جاهز. جاهزين تشجعوا ريان؟ ايوه. يلا يا ريان. يلا ريان. يلا ريان. ايوه ريان. اخبطوا اخبطوا اخبطوا. برافو برافو. ايه ده؟ ايه الرزيانه دي؟ حاسب يا ريان. حاسب يا ريان. حاسب يا ريان. ايوه يا ريان. حاسب يا ريان. هتخبط. حاسب يا ريان. برافو يا ريان. عدي عدي ريان. عدي يا ريان. برافو يا ريان. برافو يا ريان. ايه يا ريان؟ البساطة اللي انت فيها دي يا ولد. متأني الولد. متأني ومركز. الله 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 الله. يا نهار ابيض. ارجع لورا شوي. ارجع لورا شوي. يلا اخبط اخبط. طيب الماتش اخبط. طيب الماتش. الاحمر والازرق يمين شمال حبه مع بعض. يلا الله 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 الله. حبه جايين ورا بعض كده. وايه؟ ايوه يا ريان. يلا يا ريان. برافو ريان. برافو ريان. برافو ريان. شطاره حلاوه طعامه لذاذه. هو ريان مش ممكن الهدوء اللي انت فيه والله. ثبات انفعالي يدرس. برافو يا ريان. ايه يا ريان ده؟ ايه يا ريان ده؟ ايه يا ريان الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ الله 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 الله. يلا حصل خير. انا بقى حصل خير. بس حلوه حلوه صح؟ طب تعالى بقى كده و هقول لكم بقى ان احنا بعد ما خلصنا لعبه الفي ار دي هنروح نسمع حدوته حلوه قوي من ماما سماء. اهلا بيكم يا اصحابي في رحلتنا السعيده وحكايه من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده عباره عن رساله. رساله يعني جواب. جواب لعمر. قصتنا اسمها رساله لصديقي عمر. يا ترى مين اللي بعت لعمر الجواب؟ اللي بعت لعمر الجواب بيقول له سامحني يا عمر، اوعدك
مش هغلط الغلطة دي تاني أبداً أبداً. هفضل على طول معاك، هتعلم وهرسم وهعمل كل حاجة أنت بتحبها، وعمري ما هسيبك، لأني عرفت حاجة مهمة جداً جداً جداً. أنا عرفت إن أنا دوري معاك، وكل ما أنت أنا بقعد معاك وقت أطول بتعلم حاجات أكتر، وأنت كمان بتتعلم حاجات أكتر. بيبدأ صاحب الجواب يقول له: عمر، فاكر يا عمر؟ فاكر قبل دخول المدارس عملت إيه؟ أنت رحت المكتبة مع بابا وماما وقعدت تتفرج على حاجات كتير، أقلام كتير، واخترتني أنا من وسط كل الأقلام اللي موجودة في المكتبة. أنا كنت فرحان ومبسوط وقلت: يا سلام، يعني أكيد عمر شاف إن أنا شكلي حلو وألواني حلوة، وكمان لما يجرب يكتب بيا هلاقي خطي جميل جداً. رحت معاك البيت، ويومها أنت مش اشتريت حاجات تانية كمان، مش أنا بس، اشتريت مقلمة، واشتريت أستيكة، واشتريت براية. حطيتني في المقلمة مع الأستيكة ومع البراية، وبدأت تروح المدرسة. أول حصة قعدت تكتب تكتب تكتب، وفجأة حسيت إن خط القلم، خط يعني أنا، ما بقاش حلو قوي. عملت إيه لما نحس إن القلم كده خطه بقى تخين كده؟ بنعمل إيه؟ نبري. مسكت البراية وقعدت تبري 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 تبري، ياه بتوجع قوي قوي قوي. طيب خلاص، كتبت ورسمت، وبعدين لقيت إنك إيه؟ لأ، أنا عايز الخط ده يكون أحسن شوية بتاع المسألة بتاعت الهندسة. مسكت إيه بقى؟ الأستيكة، وبدأت تمسح كل اللي أنا عملته. يعني أنا يا عمر تفضل ماسكني وتكتب وترسم، وبعدين كل اللي أنا عملته في ثانية تمسحه؟ إيه حكاية الست أستيكة دي؟ كل ما أكتب حاجة تمسحها، ولا البراية؟ مش نافع الكلام ده، نافع الكلام ده؟ لا. ينفع الكلام ده؟ لا. القلم كان زعلان. وبعدين مر شهر، مر شهرين، وفجأة القلم لاحظ حاجة غريبة جدا. الله، أنا كل ما بيمر الوقت عمر بيطول وأنا بقصر. إزاي كده يعني؟ يعني عمر يكبر وأنا أصغر؟ لا 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 لا، الكلام ده ينفع؟ لا. ينفع الكلام ده؟ لا. أنا لازم أشوف حل، الحكاية مش ممكن تستمر كده. يعني كل شوية أنا هقصر أقصر أقصر، وعمر يطول يطول يطول. طب القلم بيقصر ليه؟ عشان ايه؟ عشان بيتبري كل شوية. عشان بيتبري كل شوية. يبقى مين السبب؟ البراية. ولما بيكتب وبيتعب وبيلاقي فجأة كل اللي عمله راح، مين السبب؟ الأستيكة. دول أعدائي اللي لازم أتخلص منهم، البراية والأستيكة. طيب أنا لازم أشوف حل. الكلام ده مين اللي قاله؟ القلم. طب هو كده صح؟ لا. هو حد يقدر يعمل كل حاجة لوحده؟ لا. مش لازم يبقى فيه حوالينا ناس ممكن تساعدنا وتخلي شغلنا يبقى أحلى؟ لكن القلم الحقيقة ما كانش بيفكر كده. ليلة امتحان الهندسة، وإحنا عارفين الهندسة بنرسم فيها أشكال بالقلم رصاص. خلوا بالكم عمر شاطر، يعني دايماً يحب إن كراسته تبقى نظيفة والخط فيها يبقى مظبوط ويسطر حلو. مين فيكم بقى كراسته نظيفة؟ أنا. وبيهتم دايما كراريسه تبقى منظمة؟ أنا. كراستنا عنوان لينا، لما الكراسة تبقى حلوة ومنظمة ده معناته إن إحنا منظمين منظمين وحلوين وبنهتم بنظافتنا وكراستنا. عمر قعد يذاكر، وبعد ما ذاكر قال: خلاص دلوقتي وقت النوم عشان أقوم الصبح كده نشيط وأروح الامتحان وذهني صافي. مهم قوي إن إحنا ليلة الامتحان، مش بس ليلة الامتحان، إن إحنا كل يوم ننام بدري. لما بننام بدري بنصحى وعندنا نشاط. لكن عمر نام والقلم بدأ يفكر في خطته. إيه بقى خطته؟ اتخلص منه. اتخلص منها. حط راسه في البراية وفضل يدخلها يدخلها يدخلها، وفي الآخر عمل إيه؟ رماها تحت المكتب، وفضل يزحزح في الأستيكة شوية شوية لحد ما وقعت تحت المكتب. عمر بسرعة وهو بيستعد
إنه يروح الامتحان حط المقلمة من غير ما يبص إيه اللي موجود فيها. على طول خد أدواته وراح بسرعة الامتحان. يا ترى هيعمل إيه يا عمر؟ هتعمل إيه في الامتحان يا عمر؟ بدأ الامتحان وطلع عمر القلم الرصاص. الله، فين؟ فين البراية؟ الله، دول فين الأستيكة؟ راحوا فين؟ عمر اتوتر وبقى مش عارف يعمل إيه. صاحبه اللي قاعد جنبه دايماً بيبقى جايب معاه أدوات زيادة. لما لقى عمر كده محتار ومش عارف يتصرف قال له أقدر أساعدك يا عمر؟ عمر قال له أنا مش عارف، أنا كنت حاطط كل الأدوات مش لاقي غير القلم الرصاص. قال له ما تزعلش يا عمر، أنا معايا أستيكة زيادة ومعايا كمان بقى زيادة. مش ده تصرف حلو؟ آه. اللي بيعمل خير بيلاقي إيه؟ خير. بيلاقي خير. خلص عمر الامتحان الحمد لله وحل كل المسائل صح وروح البيت. أول ما روح البيت كان زعلان جداً من اللي حصل، مسك المقلمة وفتح درج المكتب وراح حاطط المقلمة فيه. مين بقى اللي كان جوه المقلمة؟ القلم. القلم الرصاص. الدرج كان ضلمة جداً عليه، خرج من المقلمة وهو خايف وفجأة لقى قدامه قلم رصاص صغير. بصله كده من فوق وقال له إيه ده؟ أنت جاي هنا تعمل إيه؟ إيه القلم الصغير ده؟ أنت إيه اللي جابك هنا؟ قال له أنا جاد بجدك. أنت ما تعرفش إن كل ما بنكبر بنقصر؟ أنا أول قلم رصاص عمر اشتراه، ولأني كنت مخلص معاه فضل محتفظ بيه طول سنين المدرسة اللي جت بعد كده. بس تعالى هنا قول لي، أنت لسه شكلك طويل يعني ممكن تشتغل كتير. نعم صح. إيه اللي خلاك تخش الدرج؟ عمر متضايق. أنت لازم زعلت؟ عمر. القلم حكى حكايته للقلم الرصاص جده الصغنطوط اللي هو سنه بقى ايه عمره كبير. قال له أوي. انت غلطت غلط جامد جدا. انت لازم تعرف ان احلى حاجة ان احنا نحس ان احنا بنعمل حاجة مفيدة. وهم بيتكلموا لا استيكة صغنطوطة بتقرب منهم. قال له ايه ده؟ قالت انا اول استيكة اشتريها عمر مع القلم. قال لها ومالك صغيرة كده؟ قالت له بس أنا فرحانة، كل ما عمر كان يرسم رسمة عايزها تبقى أحلى أو يكتب كلمة عايز يصلحها كان بيخليني أمسحها. حاجة حلوة قوي إنك تكون سبب إنك تصلح أخطاء اللي حواليك، غلطات اللي حواليك، إنك تصلحها مش يفضلوا على طول مش عارفين إزاي يصلحوا الغلط بتاعهم. عشان كده عمر احتفظ بي أنا كمان مع القلم الرصاص اللي في يوم من الأيام اشترانا سوا. سكت كده وقال للقلم الصغنن ده، قال له بس انت البريه ما كانتش بتوجعك؟ قال له كانت بتوجعني. وما كنتش بتتضايق لما الأستيكة اللي جنبك دي تمسح اللي بتكتبه؟ قال له لا، أزعل ليه من الأستيكة؟ عمري ما زعلت من الأستيكة ولا زعلت من البريه، لأن ده شغلها وده شغل الأستيكة، وأنا شغلي أكتب وهم يصلحوا لو الكتابة ما كانتش مظبوطة. القلم الرصاص لقى ورقة صغيرة في الدرج وبدأ هو اللي يكتب بيقول له سامحني يا صديقي عمر وأرجوك رجعني تاني أكتب معاك، رجعني تاني أروح معاك المدرسة وأوعدك إن أنا عمري ما هزعل منك وعمري ما هزعل من البراية ولا عمري ما هزعل من الأستيكة، لأن كل واحد فيهم بيعمل الشغل اللي هو مفروض يعمله. عمر فعلاً سامح القلم وطلع القلم من الدرج وحطه تاني فين؟ المقلمة. والمقلمة كانت فرحانة إن كل اللي كانوا موجودين فيها اجتمعوا تاني، القلم الرصاص والأستيكة والبراية. والقلم قال لجده القلم الصغنون اسمح لي كل فترة أدخل الدرج أسلم عليك، لأن أنت النهاردة علمتني حاجة جميلة جدا جدا جدا، علمتني إن أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يعمل شغله ويبقى سعيد إن هو بيفيد الآخرين، مش بس يفكر بس في نفسه. وعرفت كمان إن أنا كل ما هكبر كل ما هصغر وأقصر، بس عمر كل ما يكبر كل ما هيطول. وبكرة تمر الأيام وأصغر وأجي جنبك في الدرج يا جدو وأحكي لك كل اللي حصل وأنا وعمر في المدرسة. زي ما إحنا نقف في المدرسة كده كل شوية نكرف القرآن. دي كانت قصتنا، رسالة لصديقي عمر. ايه بقى حكاية القصة معانا بقى؟ يعني ها؟ بتعلمنا ان احنا نسامح، ما نعملش حاجة غلط، ونتعلم.
ونساعد مدرستنا ونخلي كرسيتنا نظيفه. حلو قوي قوي قوي، وانا عارفه ان انتوا كمان يا اصحابي اكيد بتعملوا كل الحاجات الصح، واكيد بتعملوا واجبكم وبتعملوا كل الحاجات المطلوبه منكم. لو لقيتوا حد محتاج مساعده انتوا كمان هتساعدوه، بعد ما عرفتوا ان الالم حس بغلطه لانه ما كانش عايز يساعد عمر، وبالعكس كان بيفكر بس في نفسه. ودايما اللي بيفكر بس في نفسه بنقول عليه كلمه مش حلوه، بنقول عليه اناني. ودايما زي ما بنحب الخير لينا نحب الخير للناس. اصدقائي اصحابي، دي كانت قصتنا، رساله لصديقي عمر، اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سمح. حدوتة ماما سماح، جه بقى وقت الالعاب اللي على الترابيزه. احب افكركم زي ما بقول لكم كل مره ان كل الالعاب اللي بنلعبها على الترابيزه دي تقدروا تلعبوها عندكم في البيت، لانها حاجات بسيطه جدا جدا جدا. يعني احنا نفسنا اللي بنين مثلا المتاهه بتاعتنا دي بنفسنا بالميكانو زي ما انتم شايفين. طيب هنعمل ايه بقى؟ كل فريق عنده كوبايه وعندنا بلالين، هننفخ البالونه. لما بننفخ البالونه بيبقى جواه ايه؟ هوا. هوا. الهوا ده بقى هنبتدي نحرك بيه الكوبايه، بحيث ان الكوبايه تبقى بتيجي من هنا وتقوم خارجه عند الفريق الثاني والعكس صحيح. هنشوف مين اللي هيوصل الاول. جاهزين؟ اوكي. لعبتي اللعبه دي قبل كده؟ اه. فين؟ مع خالتي. دي خالتي الجميله قوي. وانت لعبت اللعبه دي قبل كده؟ طب ماشي، تعالوا نجرب بقى مع بعض ونشوف مين هيوصل الاول. كل واحده بقى ايه، كل واحد فيكم ياخد بالونته، بالونه واحده. يلا نجهز كده وناخد اماكننا، او تعالوا دي عشان ما اتضايقوش، ناخد اماكننا. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي. استنوا. ها جو. يا جو. ايوه. لا ما هي ده ينفع يا راجل، ده برافو 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 رودينا، برافو رودينا، برافو رودينا، برافو. اه من الاول، هنرجع تاني من الاول، معلش هنرجع تاني من الاول. ده معناه ان احنا لازم نستخدم الهواء بشكل ابسط. رودينا طبعا باين انها لعبتها قبل كده. برافو رودينا، برافو رودينا، برافو رودينا. اه رودينا دخلت اول حته، اول مكان. بتعمل ايه؟ ما تمسكهاش بايديك. يلا برافو، دخلنا اول بوكس. رودينا قربت تخش على الثاني. برافو برافو ريان، بيحاول جامد. برافو يا ريان. ريان ورودينا الاثنين، مين هيعدي ويخش بسرعه؟ استنى انا اعدلها، انا اعدلها من الامانه. يلا يلا برافو، انت المفروض بقى تعدلها هنا وانت تعدي الناحيه الثانيه. برافو والله العظيم يا ريان، الاثنين واقفين في نفس الحته. مين هيعدي من الثاني؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. اوه رودينا، رودينا زقته. برافو يا رودينا، برافو يا رودينا، برافو جدا يا ريان. ريان دخل، ريان دخل، ريان دخل البوكس الاخير. يا ترى مين هيطلع الاول؟ اوه رودينا كمان دخلت. انا هعدلها. برافو. ها وانا كمان هعدلها هنا. برافو. مين هيطلع بسرعه؟ رودينا هتطلع ولا ايه؟ ولا ايه؟ واو رودينا طلعت. لا نايس جيم يا اولاد، برافو برافو برافو. طب يلا بينا نخش على اللعبه اللي بعدها، وتحدي جديد على نفس الترابيزه. جينا بقى للعبة التانية على الترابيزة، ومعانا الأستاذ آدم والأستاذ نور. بس قبل ما ابتدي اللعبة أحب أسألكوا كام سؤال كده. أنتوا الصغيرين في العيلة بتاعتكوا صح؟ اه. مين بقى أكتر حد بيساعدكوا عندكوا في العيلة؟ ماما. ماما؟ اه. وأنت يا نور؟ ماما. ماما برضو؟ أختك مش أختك ولا أخوك؟ هي بقولك أختي بتساعدني. أختك بتساعدك بس ماما بتساعدك أكتر. هما الاتنين بصراحة. طب مين لما أنت تبقى زعلان بتروح تتكلم معاه أكتر؟ ماما. ماما برضو. وانت وانا وانا سبحان الله. ماما برضو. اوكي. طب انتوا اصلا بتيجوا ما تيجوا تلعبوا بتشيروا الحاجات مع اخواتكم، ولا كل واحد بيقول لا دي لعبتي ودي لعبتي ودي مش بتاعتك والكلام ده؟ لا بنشيل مع بعض. بتشيروا مع بعض؟ اه. بجد؟ اكيد؟ ماشي.
انا هصدقكوا، انا هصدقكوا ان انتوا بتعملوا كده فعلا، واتمنى ان انتوا فعلا تبقوا بتعملوا كده، وكل اللي بيتفرجوا علينا في التلفزيون يبقوا بيعملوا كده، وان اللي عندهم اخواتي يبقوا بيلعبوا مع بعض من غير اي خناق او اي حاجه بقى ليها علاقه بان دي لعبتي مش لعبتك ومش لعبتي ومن الحاجات دي، صح؟ طيب ايه رايكم اشرح لكم هنعمل ايه دلوقتي؟ لعبه سهله ولذيذه خالص. حضرتك الفريق الاصفر وحضرتك الفريق الاحمر، كل واحد عنده كوبايه زرقاء تحت. اول ما اقول ريدي ستادي جو، مهمتكم ان انتوا تحطوا كوبايه 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 كوبايه، يعني اللي هيخم ياخد بالي، انا هبتدي من اول كوبايه كوبايه تحت لحد ما الزرقاء دي بدل ما هي تبقى اخر واحده تبقى اول واحده. اوكي جاهزين؟ جاهزين جامد يعني؟ اه قوي يعني. طب يلا ريدي ستادي جو. ماشي برافو، الله على الدقه والتركيز. ادم تاني رهيب، نور تاني برضو رهيب، وتركيز رهيب. برافو يا نور والله، برافو يا ادم. الاثنين ماشيين في نفس بنفس السرعه، الاثنين ماشيين بنفس السرعه، بس ادم اهو قرب ونور والله بيقرب، بس ايديه الصغننه مش مساعداه. خلاص يا ناس ماشي. ايوه نور، واحده واحده يا نور، انا عارفاك، انا واحده واحده. برافو ادم، مركز جدا، ثبات انفعالي رهيب، هدوء هدوء هدوء، وشكله هيوصل وهو هادي كده. برافو. ونور برضو مركز جامد جدا، ما تبصش عليه، بص قدامك. مين يا ترى هيوصل الاول؟ انا مش عارفه، لان الاثنين تقريبا ماشيين بنفس السرعه ونفس الدقه كمان. برافو برافو يا نور، كوبايات تقلت عليه. ادم مركز هادي، انت دايما بتبقى هادي كده يا ادم؟ ايوه بجد؟ وانت دايما هادي كده يا نور؟ أيوة. لا دي بقى انا مش مصدقاها، بس يلا هعديها. يلا انا قدامي كوبايتين. ايوه انا بحاول الخبطكم بقى. فاضل كام كوبايه؟ فاضل، يا نهار ابيض، الحقوا 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 تحت دي. برافو الحقوا. والله فاضل والله فاضل كوبايتين. ادم فاضل له كوبايتين، ونور فاضل له. ادم هو اللي لسه ما كسبش ولا حاجه. ها كان فاضل لي واحده، كوبايتين اتنين بس عند الاستاذ نور بس. برافو جدا 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 على الدقه والتركيز في اللعبه دي. تيجي نخش على اللعبه اللي بعدها؟ اوكي يلا بينا على اللعبه اللي بعدها. يا معاد بقى الفقره اللي كلنا بنحبها، واللعبه اللي كبار وصغيرين بيحبوا يلعبوها، الا وهي البازل. احنا مسهلين عليكم شويه الحقيقه، وعاملين لكم نص البازل، وفي جزء كبير او اجزاء كبيره يعني مش موجوده، فانتوا عليكم ان انتوا طبعا هدي كل واحد ايه ناحيته كده البازل بتاعته. طبعا الصور اهي، اول ما اقول ريدي ستادي جو هتبتدوا تكملوا البازل بناء على الصوره. ماشي. نشوف بقى مين اللي هيكمل بسرعه وهيبقى الفريق الاسرع. انتوا بقى يعني بما اننا حددنا ان انتوا هتلعبوا مع بعض، هل حددتوا ازاي هتلعبوا كتيم؟ اكيد. أوه. اكيد. قول لي يا نور بقى الخطه بتاعتك كده. هو الخطه اللي ان احنا نكسب. لا ان احنا ان انا اشوف من هنا وديله وتديله هو اللي يحط. اوكي وانتوا خطتكم ايه؟ احنا الاثنين هنساعد بعض. انتوا الاثنين هتساعدوا بعض؟ دايما بتساعدوا بعض. ها اما نشوف بقى التعاون هنا ما بين الاسرتين دول هيبقى عامل ازاي، ومين اللي هيخلص اسرع. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. طب انا بعد شويه. الله لا ممكن هي تحطها يعني. ماشي في تركيز رهيب، في تركيز رهيب. برافو والله. ايوه برافو. دي فين؟ هنا حطينا قطعه، ما حطيناش ولا قطعه هنا. في هنا تعاون رهيب، وهنا برضو تفكير عميق. تشاورات ودينا بتشاور، مع ان الوقت مش في صالحنا ومش و... الله يا رودايل برافو. وهنا برضو في تشاور وتعاون جميل. احنا النمره مخلص. انتوا بتفكر انتوا لسه بتتشاوروا يا تموعة؟ ايه لا ايه مش مفروض هنا. الله الله هنا قربوا يخلصوا. شكل نور وريان هيعملوا شغل عادي. انتوا لسه هنا عطلانين خالص. هي انا خدت بقى مع بعض وايه؟ يا نهار ابيض، فاضل هنا ثلاث قطع بس يا ولاد. ودي 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 فاضل هنا فاضل هنا قطعتين.
الله على التعاون. الله شكل نور وريان هيعملوها. شكلهم هيعملوها عشان هم معاهم فاضل قطعة واحدة واتحطت في مكانها. شيلوا ايديكوا شيلوا ايديكوا. برافو كده نور وريان اللي عملوا الفازل بسرعة وبيقع من على الكرسي. تعالوا نشوف اللعبة اللي بعدها على طول. برضو احنا لسه على الترابيزة. معاد اخر لعبه بقى معانا النهارده على الترابيزه الحلوه دي. لغايه دلوقتي رودينا وريان بيتعادلوا في حاجات كتيره قوي. صح؟ صح. تفتكروا هتتعادلوا هنا برضو؟ اه. رودينا مش ما نفسهاش، نفسها تكسب انا عارفه، بس يعني ماشي هما نشوف بقى مين هيكسب. زي ما انتم شايفين كده قدام كل واحد فيكم الكلينكس قدامه كده او بكره المناديل، والمفروض ان انتم تسحبوا بكره المناديل بالراحه جدا وهي عليها كوبايه الميه دي من غير ما الميه تتدلدق ولا البكرة المناديل تتقطع. هي مش سهله قوي بس محتاجه تركيز ودقه وفي نفس الوقت سرعه بسيطه. جاهزين؟ جاهزين بجد؟ اه. شوف مين اللي هيكسب فيكم، مين هيختم الجزء الاول معاكم. يلا بينا. يلا بينا. ريدي ستادي. الله على التركيز، مش ممكن على التركيز بتاع رودينا. ايه ده ايه ده؟ جو. اه يا قلبي على الكوبايات. اه رودينا بالراحه، الميه ما ينفعش الميه لو اتدلقت هتخسري، هتخسر يا ريان لو الميه اتدلقت. بالراحه. الله على الدقه. ايه ده ايه ده ايه الدقه دي يا اخواتي. ريان خسر. طب تعالوا نشوف رودينا هتكمل لحد امتى. معلش معلش. اه في ميه ثانيه شكلها حالا هتخسر عشان يتعادلوا. ها خسروا وتعادلوا ورودينا طبعا مش مصدقه نفسها من المفاجاه. بكده نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول من رحلتنا، بس عندنا جزء تاني ورحله لسه مكمله مع الاسرتين اللي معانا النهارده. كان النهارده معانا الاستاذه رودينا واخوها الاستاذ ادم، والاستاذ ريان واخوه الاستاذ ناير الشهير بنور وباباهم ومامتهم. استنونا بكره في نفس الميعاد مع العاب تانيه وتحديات تانيه وحواديت تانيه. وباي باي.